طيب السلام عليكم. طيب هنبدأ تاني محاضرة في الكورس بتاعنا. اللي هنقوله النهاردة والمحاضرة الجاية هيبقى كله كلام رياضة صرف، يعني هكلمكم على حاجة اسمها اللابلاس ترانسفورم. انتوا اظن خلاص واضح ان انتوا خدتوه قبل كده. هنستخدمه علشان نحل differential equations اللي هي السكند اوردر والفيرست اوردر والكلام ده، لان دي من الحاجات اللي بتقابلنا كتير في الكنترول سيستمز، وده هيبقى التركيز بتاعنا في المنهج كله. مش هنتكلم على حاجه اكتر من differential equations، يعني first وسكند. وبعد ما اتكلم على الرياضه هحل، يعني هتكلم على بلاس ترانسفورم وازاي بنستخدمه عشان نحل differential equations، وبعدين هنطبق الكلام ده على كنترول سيستمز، ومنه هنوصل لحاجه كده هيبقى هو ده، يعني ده ختام المحاضره. طيب خلينا نشوف هنوصل لحد قد ايه. يعني طيب هو اللابلاس ترانسفورم هو تحويله رياضيه بتاخد بيها معادله اكس اوف تي مثلا وتحولها لمعادله تانية اكس اوف اس. فالمعادلتين دول مكافئين لبعض، يعني انا ممكن اشتغل على الاكس اوف تي واحل المساله بتاعتي، ممكن اشتغل على الاكس اوف اس واحل المساله بتاعتي بدلاله اكس اوف اس وبعدين ارجع اجيب الحل في التي تاني. فهو ترانسفورميشن، تحويل للمعادله من صوره او من بارامتر اللي هو التي لصوره تانيه او بارامتر تاني اللي هو الاس. لما بروح للعالم بتاع الاس المسائل بتبقى اسهل كتير، تمام؟ فبتلاقي المعادلات بتاعتك اللي هي معادلات في التايم دومين اكس اوف تي مكتوبه بدلاله ديفرنشال ايكويشن، تيجي تحولها للاس بتتحول الى معادله جبريه الجبرايك ايكويشن اس سكويرد مش عارف ايه زائد كونستانت في اس زائد كونستانت من غير اس. تلاقي معادله جبريه، معادله بولينوميال من الحاجات اللي احنا بنعرف نحلها من زمان من واحنا في ثانوي. فبتحلها في الاس بسهوله وبعدين تعمل التحويل العكسي عشان ترجع تاني للتي تلاقي الحل طلع لك. افتكر معايا كده، اظن دكتور محمد صلاح وهو بيتكلم في الجزء بتاع الجزء اللي فات لما اداك الفيرست اوردر والسكند اوردر ديفرنشال ايكويشن طلع لك الحل بتاعهم اللي هو كان اوفر دامت واندر دامت اللي احنا اتكلمنا فيهم دلوقتي. الحل ده طلع ازاي؟ بالتخمين، اللي هو انت قلت اه الحل ده هيطلع اي اس تي في ساين، تعال نجرب كده، تلاقي تجربه في المعادله تلاقي فعلا تلاقي بيحقق المعادله. فالى حد ما كنا بنحل الديفرنشال ايكويشنز في التايم دومين بالتخمين، بتخمن شكل الحل هيبقى عامل ازاي وبتتاكد ان الكلام ده صح. في الاس دومين الحل مش كده خالص، الحل فعلا بيطلع لك لوحده، انت بتمشي بالمعادلات واحده ورا الثانيه بتلاقي الحل طلع لك بالصوره النهائيه بتاعته. هنشوف الكلام ده. وفي مفهوم معين مفيد جدا اللي هو اسمه الترانسفير فانكشن. ده مفهوم عام وبيظهر لنا لما بنيجي نعمل لابلاس ترانسفورم. فانا هبدا اتكلم على يعني ايه ترانسفير فانكشن ده، وبعدين ومن هنا هنبدا نخش في اللابلاس ترانسفورم. طيب ايه هو الترانسفير فانكشن؟ الترانسفير فانكشن هو علاقة جبرية، علاقة الجبرايك. الالجبرايك اللي هي ايه؟ اللي هي ما فيهاش تفاضلات وتكاملات. دي العلاقة الالجبرايك. ممكن يكون فيها اكس سكويرد، ممكن يكون فيها اكس كيوبد، ممكن يكون فيها اسس مختلفة للاكس، ما فيهاش تفاضلات وتكاملات. هي الجبرايك ريليشن بتوين
the input and output of a system. طيب احنا دايما بنحب الحاجات الريليشن شيب الالجبرايك عشان بيبقى سهل التعامل معاها. زي ما قلت لك في التفاضلات والتكاملات والمعادلات دي بيبقى الحل غالبا بتخمن الحل وبتاكد ان الحل صح ولا غلط، لو ما عرفتش تخمن الحل خلاص. طيب لو انا عندي سيستم كده له انبوت وليكن اسمه واي والاوتبوت بتاعه اسمه اكس، فالترانسفير فانكشن الحاجه اللي احنا بنعرفها دي بتبقى ريليشن بالصوره دي. فالترانسفير فانكشن هي مش بس الجبرايك، هي كمان لينير. لينير ما بين الاكس والواي، يعني العلاقه ما بين الاكس والواي هو كونستانت جي. تمام؟ لو عندك الانبوت واي اضربه في جي يديك الاوتبوت. ودي سهله جدا، علاقه سهله جدا، تعامل معاها بسيط، معادله سهله ما فيهاش اي مشكله. لو عرفت اوصل ان انا اوصف السيستم، لو عرفت اوصف السيستم بتاعي بالصوره دي كده الحياه بقت جميله جدا. لان انت هات لي الواي، هات لي الانبوت بتاعك، اضربه في جي يديك الاوتبوت شكله عامل ازاي، ولا ديفرنشال ايكويشنز ولا يحزن. فبنحاول نوصل للصوره دي على يعني كل ما نقدر نوصل للصوره دي كل ما كان اسهل، كل ما كان افضل، هيبقى الدنيا تبقى اسهل بالنسبه لنا. المشكله ان الصوره دي بعيده كل البعد عن الديفرنشال ايكويشنز. الديفرنشال ايكويشنز ما بتعرفش تكتب الاكس والواي تقسمهم على بعض وتطلع الكونستنت اللي بيوصفهم. الاكس دي تبقى موجوده في المعادله تفاضل اول وتفاضل ثاني، الواي ممكن يكون موجود بتفاضل اول وتفاضل ثاني، وما تعرفش تكتب الريليشن كده. فالمشكلة ان انت فعلا يبقى عندك تفاضلات، معادلات تفاضلية ما بتعرفش تجيب ترانسفير فانكشن وما بتعرفش تكتب الريليشن بشكل لينير. لكن لما نستخدم اللابلاس ترانسفورم هتلاقي ان انت ممكن تعرف تعمل كده. في اللابلاس لما تيجي تحول اللابلاس دومين المعادلات ممكن تتحول الى صورة لينير وتعرف تجيب ترانسفير فانكشن، بالتالي تلاقي المساله بتتحل معاك بسهوله. تمام؟ فده اللي احنا هنحاول نعمله في المحاضره دي. هفكرك باللابلاس ترانسفورم، اشرح فيه شويه صغيره، وبعدين نبدا نحل شويه مسائل. المسائل الى حد ما المحاضره النهارده هتلاقيها فيها مسائل وبنحلها، يعني هو الموضوع شبه السكاشن شويه. بس مسائل معينة مهمة دي اللي هنركز عليها في الامتحان إن شاء الله، هيجي لك مسائل شبهها. والمحاضرة الجاية هنبني على الإكزامبلز اللي احنا هناخدها النهاردة. تمام؟ طيب طيب اللابلاس ترانسفورم، تعال نفتكر ايه المعادلات بتاعته بشكل كده، بشكل مصمت يعني من غير الرياضه، المعادله الرياضيه شكلها عامل ازاي؟ المعادله الرياضيه كالاتي: انت عندك فانكشن معينه اسمها اكس اوف تي، عندك حاجه في التايم، فبتعمل عليها تحويله معينه. التحويله دي ايه؟ تاخد اكس اوف تي دي تضربها في اي اس ناقص اس اوف تي، وبعدين تكامل الكلام ده على محور التايم. التكامل ده عادة في اللابلاس ترانسفورم بيكون من صفر لانفينيتي. لما تعمل التحويله دي بما انك بتكامل على التي، التكامل ده اللي هو عمليه ايه؟ عمليه جمع. فانت بتكامل على تي، فمعنى كده ان البارامتر اللي اسمه تي بيروح من المعادله. انت بتكامل عليه وبتعوض بصفر انفينيتي بيروح. ايه البارامتر اللي بيتبقى؟ الاس. فبيطلع لك معادله ثانيه
بدلاله الاسم. تمام؟ طيب لو انا خدت الاس دي هي اللي طالعه لي، عملت عليها العمليه العكسيه، هضرب في الاكسبوننشال العكسي اللي هو بالموجب بدل بالسالب، وكامل برضه على البارامتر بتاع الفانكشن، هيطلع لك الاكس اوف تي اللي انت بدات بيه. بس ممكن يكون هنا في كونستانت محتاج تضرب فيه علشان توزن الموضوع. تمام؟ طبعا اللي انا يعني الناس بتاعت الرياضه لو شافوني بكتب الكلام ده هيشتموني، يعني المعادلات دي فيها تبسيط جامد قوي، يعني الكلام ده صحيح بس الفانكشنز معينه، مش كل الفانكشنز ينفع فيها الكلام ده. بس يعني انا اصلا في الكورس ده ما يهمنيش التفاصيل بتاعت اللابلاس، ولا حتى يهمني انك تعمل المعادلات دي خالص، عمرك ما هيطلب منك انك تعمل المعادلات دي، بس انا لازم اشرح لك رجال الكلام جاي منين. انا اللي يهمني في القصه دي التخيل الاتي. تخيل كده ان انت في عندك عالم، هذا العالم يحتوي على كل فانكشن اكس اوف تي ممكن تقابلها في حياتك، كل فانكشن اكس اوف تي ممكن تقابلها في حياتك ممثله في صوره نقطه. تمام؟ اكس اوف تي اي حاجه تتخيلها اكس اوف تي دي، بس تكون كونتينيوس فانكشن، يعني ما فيهاش نطاط، كونتينيوس. اي اكس اوف تي تتخيلها في الدنيا، لو عندك اكس اوف تي شكلها عامل كده، واحده ثانيه عندها عامله كده، واحده ثانيه عامله كده، واحده ثانيه الساين اللي احنا عارفينها، اي اكس اوف تي تتخيلها في الدنيا واحده ثانيه خط ثابت كونستنت، كل واحده من دول ممثله بنقطه في هذا العالم، في هذا العالم الغريب. تمام؟ نقطه اسمها اكس 1 تي، نقطه اسمها اكس 2 تي، نقطه اسمها اكس 3 تي، وهكذا. طبعا العالم ده مليان نقط الى ما لا نهايه. في عندك عالم تاني، عالم الاس، ده العالم ده اسمه عالم التي، ده عالم اسمه عالم الاس. في برضه كل فانكشن اكس اوف اس ممكن تقابلها في الدنيا. تمام؟ فالحقيقه بقى المهم في الترانسفورم ده ايه؟ ان لو انت خدت اكس 1 اوف تي عملت لها لابلاس ترانسفورم، هتروح لنقطه اللي هي الاكس اوف اس بتاعتها اكس 1 اس. تمام؟ لو خدت اكس 2 عملت لها لابلاس ترانسفورم هتروح للاكس بتاعتها، الاكس اوف اس بتاعتها. تمام؟ لو جيت على الاكس اوف اس وعملت الانفرس ترجع لمين؟ ترجع للاكس اوف تي اللي انت بدات بيه. الحاجه المهمه ايه بقى؟ ان مفيش ولا نقطه هنا لو عملت لها انفرس ترجع لك نفس النقطة دي. يعني مفيش اتنين فانكشنز في اس يودوك لنفس الاكس اوف تي لو عملت لهم انفرس، مفيش. كل واحدة في تي ليها قصادها واحدة في اس. مفيش ولا واحدة في تي تروح لنفس الاكس اوف اس، مفيش اتنين اكس اوف تي يروحوا لنفس الاكس اوف اس. ومفيش اتنين اكس اوف اس يروحوا لنفس الاكس اوف تي. عشان كده انا ممكن اخد الاكس اوف تي اوديها الاس اشتغل عليها اعمل كل معادلاتي واحل المساله، ولو رجعت تاني هرجع لنفس الحل اللي كان هيجيبه لي لو انا كنت اشتغلت في التيم. علشان اللي انا قلته لكم فوق ده اسمه اليونيكنس. يونيك يعني واحد، مفيش ملوش زي. كل نقطه في تي ليها نقطه يونيك في اس، مفيش اي نقطه ثانيه في تي توصل لنفس الاس. تمام؟ فهو بس التخيل ده خليه عندك في دماغك لما تيجي تتكلم في لابلاس ترانسفورم. عشان كده دايما بنتكلم على التي والاس، اللي هو التي دومين والاس دومين. انت اي حاجه في التي دومين ليها اختها في الاس دومين، لما بتروح للاس تعمل لابلاس ترانسفورم اشتغل هناك وارجع تاني.
مش هتفقد اي حاجه لما تعمل الحركه دي، مفيش معلومات هتروح. ده اللي احنا بنعمله في الكنترول. ديفرنشال ايكويشن في التي شكلها غبي، طب روح للاس تلاقي شكلها بقى سهل. حل المساله بتاعتك في الاس، ارجع للتي هتجيب نفس الحل عشان يجي نيكلس. تمام؟ فده اللي احنا بنعمله بالظبط. في بعض التفاصيل الرياضيه ما تهمنيش قوي. انتوا لو انتوا كنت خدتوا الكلاس ترانسفورم قبل كده يبقى انتوا اكيد خدتوا الكلام ده. ان في بعض الفانكشنز الاكس اوف تي مهمه بالنسبه لي، بتقابلني كتير في شغل الكنترول. فانا كاتب لك هنا الاكس اوف اس بتاعتها شكلها عامل ازاي، لما تعملها لك كلاس ترانسفورم تطلع عامل ازاي. فانت لو عندك الجدول ده، الجدول ده هيبقى معاك وانت بتحل مسائل في الشتات في البيت، في الفاينل في الامتحان لو جبت لك مسائل هجيب لك الجدول ده. فكل الحاجات دي مش محتاج تحفظها ولا محتاج لو انت عايز تتمرن نفسك على الترانسفورم وتجيب الاكس اوف تي، تجيب الاكس اوف اس من الاكس اوف تي، ده انت براحتك يعني، بس انت مش مطلوب منك ده في الكورس. فالحاجات دي الفانكشنز المهمه دي اللي هي ايه؟ ايه الاكسبوننشال؟ واحد ناقص الاكسبوننشال، فرق اكسبوننشالز، لو عندك اكسبوننشال مضروب في تي او مضروب في واحد ناقص تي، كل الحاجات دي ليها ترانسفورم سهل، الصور بتاعته معروفه هنا يعني سهله. اكتر حاجه تهمني فيهم دلوقتي اللي انا عايزك تفتكرها معايا ترجع لها كتير، ده افتكر معايا ده عشان بس وانا بحل دلوقتي قدامك مش هرجع للتيبل ده، افتكروا التحويله دي. ومهم انك تفتكر معايا بس ان انا لما يبقى عندي اس زائد اي بتظهر لي هنا سالب اي، لو عندك اي اس سالب اي تي في الاس دومين هتبقى اس زائد اي. تمام؟ في فرق اشاره بيحصل، ده اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي يعني، مش الباقي خليه عندك ولو احتجناه هنرجع. طيب في فانكشنز ثانيه برضو عايز اشوف اللابلاس ترانسفورم بتاعها شكله عامل ازاي، برضه مهم اعرف الحاجات دي. اول اتنين دول سهلين ومهمين واحفظهم. تمام؟ الواي اوف تي اللي هي اسمها يو اليونت ستيب. اليونت ستيب دي شكلها عامل ازاي في التايم؟ حد عارف؟ بالظبط، ثابته في تي موجب وصفر في التي سالب. كل شغلنا على فكره في الكنترول في المحاضرات بتاعتنا تي موجب، مفيش تي سالب خالص عشان المعادلات بس تبقى صح. طيب دي الترانسفورم بتاعها شكله عامل ازاي؟ مش هعمله وسهل قوي انك تعمله، هيطلع يعني هتعرف، مش صعب يعني، يطلع الترانسفورم بتاعها واحد على اس. تمام؟ طيب الدلتا، الدلتا اسمها يونت امبلس. الدلتا دي شكلها عامل ازاي في التايم؟ عباره عن قيمه عند الصفر وصفر اذروايز. قيمتها عند الصفر الحقيقه بتبقى انفينيتي، سيديك على حاجات تفاصيل رياضيه مش مهمه بالنسبه لنا دلوقتي. طيب دي الترانسفورم بتاعها في اللابلاس يبقى ايه؟ واحد. فالحاجتين دول عايزك تحفظ دول معايا، هحتاجهم برضو بعد كده. تمام؟ طيب في فانكشن ثانيه اسمها الرامب. الرامب بتطلع بالتدريج، معادلتها الرياضيه ايه؟ واي اوف تي بتساوي تي، او ممكن تكون بتساوي كونستانت في تي. كل ده اسمه الرامب. شكلها عامل ازاي في التايم؟ خط كده طالع. تمام؟ عند 1 بتبقى قيمتها خلينا نقول بايه. تمام؟ طيب دي الترانسفورم بتاعها
واحد على اس سكوير. تمام. اتنين فانكشنز تانيين شهيرين جدا مهمين بالنسبه لنا، الساين والكوزاين. ترانسفورم بتاعهم تمام. برضو اللي عايزك تعرفه الاثنين الاولانيين دول، دول تحفظهم معرفهم، مش شرط ان اديهم لك. اي حاجه تانية هتبقى جيفن في الامتحان، لو في جاء اسئله زي كده في الامتحان، اسئله معتمده على الحاجات دي. طيب في بعض البروبرتيز المهمه في اللابلاس ترانسفورم بنستخدمها كتير عشان نحل المثال. طبعا في كورس لابلاس، او يعني لو انت خدت لابلاس في حته تانية، في البروبرتيز دي كتير وبنثبتها وبتاع. انا عايز منهم ثلاثه بس، عايز منهم اربعه بالظبط، هم دول اللي عايزك تعرفهم. و برضه هديهم لك في الامتحان، وغالبا برضه انا بقول لك عليهم، يعني بقول لك على اربعه دلوقتي ومش هنستخدمهم كلهم، هنستخدم حاجات بسيطه، يمكن نستخدم اثنين منهم. أول واحد منهم اللي هو اسمه اللينياريتي. اللينياريتي جاية من لينير، ودي بتقول لك إيه؟ لو أنت عندك حاجتين مجموعين لينير مع بعض، A حاجة زائد B في حاجة، وعملت لابلاس للمجموع، فكأنك بتقول الناتج هيبقى A لابلاس الأولانية زائد B لابلاس التانية. يعني اللابلاس بيخش على المكونات واحد يعني منفصل. فلو عندي a x زائد b y، عملت لابلاس للشيء ده، يبقى اللابلاس عباره عن a لابلاس الاكس زائد b لابلاس الواي. فدي حاجه. الحاجه الثانيه، لو عندي x of t، عارف ان اللابلاس بتاعها x of s. لو فضلت t وجيت تاخد اللابلاس بتاع التفاضل، يطلع ايه في يطلع ايه في الاس دومين؟ يطلع الاكس اوف اس اللي انت عارفها، بس اضربها في اس من بره واطرح منها الانيشال كونديشن اكس اوف زيرو. في الكورس بتاعنا دايما الانيشال كونديشن هيكون صفر، دايما ده هنفترض ان هو صفر ما نشغلش بالنا. تمام؟ يبقى التفاضل في التايم ضرب في اس في الاس دومين. وزيه التكامل. انا ما اعرفش ليه كاتب ده اف، يعني دي اشمعنى يعني. لو انا عندي اكس اوف تي، عارف اللابلاس بتاعها اكس اوف اس، لو عملت تكامل في التايم يبقى كاني بقسم على اس في الاس دومين. تمام. اخر بروبرتي اللي هي دي. تمام. لو عندي اكس اوف تي، الترانسفورم بتاعها اكس اوف اس، لو ضربت في اكس اوف تي ضربتها في اكسبوننشال ناقص الفا تي، فكاني بروح في الاس دومين وبعمل شيفت بوزيتيف الفا. تمام. كل البروبرتيز دي بتشتغل يمين وشمال رايح جاي. يعني لو عندي حاجه في التي، حصل حاجه في التي عايز اجيبها في الاس، ينفع اطبق البروبرتي. لو عندي حاجه في الاس دومين ورايح التي، اعرف دي بالصوره بتاعتها. يعني لو انت عندك اكس اوف اس زائد الفا، يبقى تروح في التي وتكتبها اكس اوف تي وتضربها في اس ناقص الفا العدد. تمام. طيب هي دي كل البروبرتيز اللي انا عايز اقولها دلوقتي، مش ما يهمنيش. لا، في حاجه ممكن اعملها هنا، حاجه صغيره قوي، حتى ممكن تتاكد انت فاهم البروبرتي دي ولا لا. لو انا عندي دي 2 اكس اوف تي دي تي سكوير، وعايز اجيب اللابلاس بتاعها، يطلع ايه؟ اس سكوير في اس. ليه؟ لان دي سكوير اكس دي عباره عن دي باي تي تفاضل
للتفاضل الاول بتاع اكس، صح؟ طيب وانا قلت ايه؟ قلت لو انا عندي، لو انا عندي حاجه عارف اللابلاس بتاعها اللي هو ايه؟ الحاجه دي عملت لها تفاضل في التايم، يبقى هعمل لها ايه في الاس؟ هضربها في اس كمان. دي بتساوي لو عندي التفاضل رقم n بايه؟ طبعا لو كان عندي initial condition الوضع كان هيبقى اصعب من كده، فهحتاج الانيشال بتاع اول واحد هيخش هنا، هيطلع لك هنا انيشال يخش في اللي بعد، بس يهم الناس كلها. طيب تعالى بقى ناخد شويه اكزامبلز اللي هي ممكن تقابلنا. طيب اول اكزامبل عندي ديفرنشال ايكويشن a1 dx by dt زائد a0x بتساوي b0y و initial conditions كلها صفر، وعندي ال الواي يونت ستيب فانكشن، تمام؟ وعايز اجيب اللابلاس، عايز احل المساله باستخدام اللابلاس، عايز اجيب اكس اوف تي شكلها عامل ازاي. قبل ما احل باللابلاس، فاكرين الحل بتاع دي كان هيطلع شكله عامل ازاي؟ من المفروض يعني انتوا تكون خدتوها الجزء اللي فات، بتطلع هتطلع لما اليو تبقى يونت ستيب بتطلع واحد واحد ناقص اكسبوننشال، تطلع على الصوره دي. تمام؟ لو لما تيجي ترسمها تطلع عامله كده. تمام؟ هنشوف بقى الكلام ده هيجي معانا ولا. طيب تعالى نشوف اللابلاس بقى. هعمل ايه؟ هاخد لابلاس للمعادله. لابلاس يمين ولابلاس شمال. طيب لما اجي اعمل لابلاس هاخد لابلاس للسايد ده. طيب السايد ده عباره عن حاجتين مجموعين على بعض. افتكر من هنا لو عندي لابلاس لحاجتين مجموعين يبقى بياخد اللابلاس بتاع كل ترم وبتجمع اللابلاسات على بعض. طيب يبقى لابلاس ده ولابلاس ده واجمعهم بنفس المعادله، يبقى عندك a1 لابلاس التفاضل ايه؟ ولابلاس الاكس، اكس لابلاس الناحيه اليمين سهل وانيشال كونديشن فرض ان هي بصفر. طيب التفاضل راح، التفاضل راح وظهر مكانه اس مضروبه، فالمعادله بتاعتي تحولت الى معادله الجبرايك، فالمعادلات التفاضليه ومشاكلها راحت، تحولت الى المعادلات السهله اللي انا اعرفها من زمان. فممكن من هنا بقى اقوم جاي واخد اكس اوف اس مشترك فاكرين ترانسفير فانكشن كنت معرفها في الاول اللي هي عباره عن الاوتبوت على الانبوت، فالترانسفير فانكشن خليني مثلا اديها رمز جي عباره عن الاوتبوت اللي هو اكس على الواي، الانبوت اللي هو واي اكس على واي يبقى بيساوي، تمام؟ طبعا ظهر لي هنا اس، فالجي هي كمان بقت عباره عن فانكشن اوف اس. حلو كده الكنترول سيستم بتاعي في الاس دومين تحول الى حاجه خطيه، حاجه ليه التعامل معاه يبقى سهل بقى. فبنوصف الكنترول سيستمز دايما بنوصفها لو نيجي نتكلم عنها في الاس دومين بنتكلم عنها بالطريقه دي، ادي الانبوت ادي الاوتبوت
وادي الترانسفير فانكشن بتاعت الكنترول بتاعت السيستمز. السيستم ده ممكن يكون البلانت، ممكن يكون الكنترولر، ممكن يكون السيستم كله على بعضه، كنترولر وبلانت وفيدباك كمان، ويكون كل ده على بعضه اوصفه كسيستم وله الجي بتاعته. لو كان ده بلانت، لو كان ده هو البلانت اللي احنا اتكلمنا عنه المحاضره اللي فاتت، فساعتها الانبوت هو الاكس، الاوتبوت هو الواي، اللي هو بيوصل الريليشن شيب ما بينهم بتكون المعادله الديفرنشال ايكويشن. لو كان السيستم ده السيستم كله على بعضه اللي هو عباره عن كنترولر وبلانت وفيدباك سيستم، وفي هنا عمليه الجمع النيجاتيف فيدباك اللي احنا قلناها المحاضره اللي فاتت، ممكن تقوم جاي مسمي ده كله على بعضه السيستم. ساعتها الانبوت هو مين؟ الريفرنس سيجنال، والاوتبوت هو الاكس اوف تي، وتيجي ده كله يبقى له الجي بتاعته وله الترانسفير فانكشن بتاعته. هنتكلم على السيستم ده على فكره قدام، مش محاضر المحاضره دي ان شاء الله، هنتكلم عليه ونشوف ايه الجي بتاعته شكلها عامل ازاي. طيب نرجع تاني لمسالتنا، انا بس كده ايه حلفت يمين شويه علشان افكرك بالجي، افكرك بالترانسفير فانكشن مفهوم. طيب نرجع، احنا كنا عايزين ايه؟ احنا كان هدفنا نجيب الاكس اوف تي شكلها عامل ازاي؟ اكس اوف تي، اكس اوف تي رحنا للاس، فبنحاول نجيب الاكس اوف اس دلوقتي. اكس اوف اس عباره عن، فكرني كده، عباره عن ايه؟ عباره عن الاكس اوف اس عباره عن الجي مضروبه في الواي. طيب الواي اوف اس شكلها عامل ازاي؟ كانت من المساله قال لك الواي دي عباره عن ايه؟ يونت ستيب. ففي الـ في الاس دومين بتبقى ايه؟ واحد على اس. طيب ممكن في يعني لحد هنا بس، انا هقوم رايح كده للجدول، افتكر معلش الشكل ده معايا كان عباره عن ايه؟ عباره عن اس في اي اس زائد اي 1 اس زائد اي 0. تمام، نروح للتيبل، نروح للتيبل بتاع الحاجات اللي كنت كاتبها لك فوق. صح، فده كان الترانسفورم في التايم دومين بشكله ايه؟ واحد ناقص اي اس ناقص اي تي. تمام، طيب بس عايزك تاخد بالك من حاجه بقى، مهم انك يعني تركز معايا في الحته اللي جايه دي علشان لما تيجي تستخدم التيبلز دي في الامتحان ما تغلطش. التيبل مديك ده، التيبل مديك الصوره دي، كده طيب التيبل مديك الصورة دي، أنا عايز أقارن ما بين الحاجة اللي عندي والتيبل عشان أعرف أستخدمه صح. أنا بقارن دلوقتي ده اللي في الاس دومين بالحتة دي اللي هي في الاس دومين. طيب إيه أطبقها إزاي؟ بالظبط كده،
هي الشيء اللي فارق بين الاثنين هو ان في هنا حاجه مش موجوده هنا. فانا هاجي من هنا اسحب الاي نود دي، اسحب الاي 1 دي بره. تمام؟ فاقول هنا بي نود 1 على اي 1. واما اجي اخد اي 1 بره يبقى انا هنا بقى عندي اي نود على اي 1. دول كده بقى شبه بعض، ممكن اطبق بقى الايكويشن على طول. وساعتها الحل بقى هيبقى واحد ناقص لا في عندي هنا ده كونستنت محتاج يبقى موجود زي ما هو هنا. في واحد ناقص في حاجة مش موجودة. صح. تمام صحيح. صح لسه الاثنين مش شبه بعض علشان البسط النيوميريتور مش واحد. النيوميريتور هنا لازم يكون ده هو ده صح؟ فأنا هاخد البي نود دي هاخدها بره كده. هنا بقى عندي واحد. برضه مش كفاية، محتاجة هنا صح؟ فما دام ضربتها يبقى أقسم عليها، يبقى كأني ضربت بره في اي 1 على اي نود. صح كده؟ كده ده بقى شبه الصورة اللي تحت، فممكن أعمله تحويل، وبقى عندك شوية كونستنتس بره ممكن بقى تخلصهم مع بعض. يعني هو في الواقع إن عندك فعلا اي 1 والاي 1 دول هيروحوا مع بعض. تمام؟ فيتبقى لك بقى الكونستنتس هتكون بي نود على اي نود، وبعدين بقى اللي على اليمين ده ممكن احوله خلاص، يبقى واحد ناقص اي ناقص اي نود على اي 1. ده اللي كنت جبته لما حليت الديفرنشال ايكويشن في الجزء اللي فات، كنت جبت نفس الكلام بس بطريقه ثانيه. مهم في الجزء بتاع الكنترول بتاعنا ان احنا بنرسم الحاجات لما بنقطعها، علشان احنا الرسم ده هيبقى جزء مهم قوي من المحاضره الجايه. هنتكلم على الاستابيليتي، هيبقى مهم ده، الرسم هيكون مهم. دي لما تيجي ترسمها ترسمها ازاي؟ ونطلع بالظبط كده. في طريقه للرسم يعني هي بالسنس كده بس، يعني ممكن تعملها بتسهل عليك بس تخلي بالك انك ما تغلطش فيها. انا عندي واحد ناقص اي اس ناقص حاجه. تمام؟ ابدا بنقطتين ووصل ما بينهم بالكيرف اللي انت متوقعه. طيب النقطتين دول اللي هم مين؟ بدايه والنهايه. البدايه عند صفر، دايما البدايه بتاعتنا عند صفر. النهايه انفينيتي. طب عند صفر قيمه الفانكشن بكام؟ صفر. واحد ناقص اي اس صفر، اي اس صفر بواحد، يبقى واحد ناقص واحد صفر. طب عند انفينيتي اي اس ناقص انفينيتي بصفر، واحد ناقص صفر بواحد، يبقى عند انفينيتي هتبقى القيمه بكام؟ بي نود على اي نود. في النص هيبقى كيرف اكسبرينشن. تمام؟ حلو. ماشي كده اكزامبل. طيب هناخد مجموعة examples بنبدأ فيهم بالجي اوف اس. يعني ببدأ بالسيستم مرسوم ومكتوب في الاس دومين.
الاكزامبل اللي فات وراك ازاي بروح من التايم للاس دومين، تمام؟ بس انا هنا مديهولك على طول في الاس دومين، قايل لك الجي الجي شكلها عامل ازاي. انت بقى عارف احنا وصلنا للنقطه دي ازاي، تمام؟ طيب انا ليه الكام اكزامبل اللي جايين دول هيبقوا كلهم في الاس دومين؟ لان في الكنترول الناس بتتكلم عن الكنترول سيستمز في الاس دومين اكتر ما بتتكلم في التايم دومين. بتنسى التايم دومين خالص، بتبص على الفانكشن في الاس وبتقول كل حاجه. تعرف تديزاين الكنترولر في الاس، بتعرف السيستم ستيبل ولا مش ستيبل من الاس دومين. فلازم تتعود ان الاس دومين ده هيبقى هو لغه التعامل مع الكنترول سيستمز. في خطوه تحويل في الاول ما بين التايم للاس، وفي الاخر ما بين الاس والتايم. هنبقى دايما بنعملهم في الاخر، واحيانا ما بنعملهمش، تمام؟ طيب عندك السيستم اللي قدامك ده مديك الجي بتاعته، الترانسفير فانكشن بتاعته، وعايز الاكس الاوتبوت شكله عامل ازاي لما الانبوت يبقى يونت امبلس او لما يكون يونت ستيب. طيب ايه علاقه ده بالاكزامبل 1؟ هو بالظبط الاكزامبل ده، هو اكزامبل 1. بص اكزامبل 1 وصلنا لفين، كان الجي كان شكلها عامل ازاي. واحد على واحد على اس زائد حاجه، كون ان في كونستانتس مختلفه ده ولا حاجه، الكونستانتس دي ولا حاجه. انا ممكن اخد البي نود هنا اسحبها على جنب، اخد الاي 1 اسحبها على جنب، تتحول المعادله لنفس الصوره اللي عندي هنا، تمام؟ فدايما في الترانسفير فانكشن ما بيهمنيش الكونستانتس، اهم حاجه بالنسبه لي عندي الاس صورتها عامله ازاي. يعني انا عندي في المقام دلوقتي اس زائد كونستانت. الاكزامبل اللي بعده لما ناخده عندي اتنين اس مضروبين في بعض، اس زائد كونستانت في اس زائد كونستانت. هناخد اكزامبلز ثانيه بعد كده، عندي اس مضروب مجموعه ترمات اس مضروبه في بعض تحت، ومجموعه ترمات اس مضروبه في بعض فوق. ده اللي يهمني في الجي، شكلها عامل ازاي، لكن الكونستانتس مش مهمه خالص، تمام؟ فالاكزامبل ده هو الاكزامبل اللي فات، بس انا طالب منك حاجه زياده، طالب منك لما الانبوت يكون انبوت. المره اللي فاتت تفتكر في المساله دي كنت قايل لك ان الانبوت يونت ستيب بس، المره دي بس مزود لك كمان يونت انبوت. طيب مش هطول بقى لان انا خلاص الاكزامبل ده احنا اوريدي عملناه، ف هركز على كيس 1 بس اللي هي اليونت امبلس اللي احنا ما عملناهاش قبل كده. طيب انا عايز ايه؟ انا عايز اكس. اكس اوف اس هي عباره عن ايه؟ الترانسفير فانكشن بس؟ ترانسفير فانكشن انت الواي حولتها ل1. هو الاكس اوف اس من هنا عباره عن الترانسفير فانكشن في واي. طيب بما ان انا بتكلم على يونت امبلس فالواي في حالتي هي في الحاله دي هي ايه؟ 1. يبقى الاكس اوف اس هي عباره عن 1 على اس زائد ايه؟ فساعتها الاكس اوف تي عباره عن ايه؟ من التيبل اللي فوق، تمام؟ طيب في حاجه انا هعملها هنا في الاكزامبل ده وفي كل الاكزامبلز اللي انا هحلها، بس انت مش هتجيلك كده في المسائل، ان انا بفترض ان الاي ده رقم كونستنت مش قايل لك هو بكام، وهاجي دلوقتي اقول لك تعالى نبص لو كان الاي اكبر من صفر ولو الاي اصغر من صفر، شوف الحاله الشكل هيبقى شكله عامل ازاي. بس انت في المسائل غالبا هيبقى دايما عندك حاجات بارقام، اظن ان انا مش هجيب لك حاجه برموز خالص، تمام؟ لو الاي اكبر من الصفر
اكس اوف تي شكلها هيبقى عامل ازاي؟ تبدا من هنا من عند 1 تروح على الصفر. لو ال A اكبر من الصفر تروح لانفينيتي. تمام؟ ركز بقى معايا في المعنى. انا اكس اوف تي طلعت لي بصوره هنا وفوق بصوره ثانيه. انا بتكلم دلوقتي في الحالتين ان الكونستنت فيهم اكبر من صفر. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ السالب في ايه؟ سالب ايه؟ طب الفرق في المعنى حصل ايه اللي اختلف في المساله دي عن المساله دي؟ غير ان المعادلات طلعت شكلها زي ما بتشوف السالب. حد بس ايه السبب في ان الشكل طلع عامل كده؟ ايوه الانبوت. هنا الانبوت كان ايه؟ كان بولس صح؟ كان بولس واختفى. يعني كان السيستم دخل له انبوت لحظه وبعدين الانبوت راح تاني. تمام؟ فطبيعي ان السيستم هيحصل له ايه؟ هيحصل له تغير ويرجع تاني للحاله بتاعته قبل ما الانبوت يجي. افتكر ان احنا كنا فاضيين في البدايه الانيشال كونديشنز بصفر. يعني السيستم انيشالي ما فيهوش حاجه. الاكس بصفر في الاول. فلما دخل بلس هيحصل ايه؟ هيحصل تغير في الاوتبوت وهيرجع يروح تاني فين؟ للصفر. فهو ده بالظبط اللي بيحصل هنا. هنا الانبوت مش بلس. الانبوت يونت ستيب. فالسيستم بيحصل فيه تغير وبعدين يستقر على حاجه مش الصفر. يستقر على حاجه تكافئ اليونت ستيب اللي دخلت. فاهمين معايا الحته دي؟ انا ممكن اسالك اقول لك ايه؟ اديك رسمه زي دي مثلا واقول لك هو الانبوت اللي كان داخل شكله عامل ازاي؟ هل امبولس ولا يونت ستيب؟ فده والانيشال كونديشنز كانت بصفر. فساعتها ايه؟ الشكل ده يقول لك لا في انبوت هنا مستمر، الانبوت ما راحش. لان الاوتبوت بتاع السيستم اتغير، كان بصفر وطلع لقيمه وثبت عليها، ما دام ثبت عليها يبقى الانبوت ما راحش. طبعا الكلام ده اللي انا بقوله ده كلام صحيح علشان المعادله بتاعتي ديفرنشال ايكويشن. لو كانت المعادلات بتاعتي اكثر تعقيدا في سيستم بيبقى فيها اسمها ان هي فيها ميموري. المعادلات بتاعتها تبقى صوره معينه ان هي كان فيها ميموري. يعني ادخل لها بالس فيحصل فيها تغير في الاوتبوت يثبت برضه. بس الكلام ده مش معانا دلوقتي. لما بنتكلم في ديفرنشال ايكويشنز الكلام ده مش موجود. تمام؟ حاجة تانية تاخد بالك منها الحالة دي. الحالة دي الاوتبوت حصل له ايه؟ راح لانفينيتي. تمام؟ دي هنتكلم عنها المحاضرة الجاية. بس خد بالك يعني من فكرة ان السيستم بتاعك راح لانفينيتي. في بعض الاحيان بتلاقي السيستم بيسموا السيستم ده unstable system. تمام؟ طيب كيس 2 مش هعملها لان احنا اوريدي كنا عملناها في الاكزامبل اللي فات اللي هو لما يبقى انبوت يونت ستيب. ممكن ناخد بريك كده 5 دقايق عشان تفوقوا وبعدين 5 دقايق بالظبط يا جماعه هبدا. حد عايز يطلع مش مشكله بس 5 دقايق. طيب يلا بينا الاكزامبل اللي بعده. بصوا فاضل 2 اكزامبلز. فاضل ده سهل الى حد ما وبعدين اللي بعده هنعيش فيه شويه وبعدين تقريبا هنخلص. طيب الاكزامبل اللي بعده الجيل عندي
عبارة عن واحد على S زائد A في S زائد B. تمام؟ والـ A أكبر من الـ B. برضو عايز أجيب الـ X شكلها عامل إزاي؟ لما الـ U لما الـ Y تبقى يونت إمبلس و الـ Y تبقى يونت ستيب. طيب. في حاجة بس يعني عايز أعيد كلام على النقطة اللي قلتها لكم في الإكزامبل اللي فات. أنت المفروض تخمن على طول من أول ما شفت السؤال كده إن الإجابة في I شكل الرسم في I بيبدأ من الصفر وبيروح للصفر. في النص هيحصل حاجة حسب السيستم بتاعك، حسب الجين. تمام؟ ليه؟ عشان I يونت امبلس اللي هو الانبوت اللي بيخش ويختفي ده. فده بيخلي السيستم يحصل فيه تغير ويرجع تاني يستقر على الصفر. ما دام السيستم ستيبل. ما دام ما بيطلعش الانفينيتي. دبل اي مش شرط. دبل اي انا داخل يونت ستيب فهيخش لها انبوت مكمل. فالسيستم هيحصل فيه حاجه وهيستقر على حاجه مش حاجه مختلفه عن العاده عليها. دي حاجات انت ممكن تخمنها على طول مجرد ما انت شفت السيستم. تمام؟ تعالى بقى نتاكد من الكلام ده بشكل بقى دقيق بشكل رياضي. انا عايز ايه؟ انا عايز اجيب اكس اوف تي. فهجيب اكس اوف اس وبعدين احولها تاني ارجع بيها للتايم شكلها عامل ازاي. طيب اكس اوف اس عباره عن ايه؟ ترانسفير فانكشن في الانبوت. ترانسفير فانكشن اللي هي واحد على اس زائد اي في اس زائد بي في الواي. الواي في حاله اي اللي هي يونت امبلس تبقى الواي بكام؟ بوان. يبقى انت عندك الاكس اوف اس هي عباره عن الجي اوف اس زي ما هي. طيب عايزين نجيب الانفرس بتاعها. ممكن نروح للتيبلز ونشوف. انا مش فاكر بصراحه اذا كنت كاتب لكم في التيبل ولا ممكن ما اعملش كده. ممكن اعمل حاجه احسن شويه. هو انا كاتب في التيبلز المفروض تطلع شكلها عامل ازاي، بس انا مش عايز استخدم التيبل غلاسه يعني. نعم partial fraction. طيب ف انا مش عايز اعمل التيبل فهعملها من البدايه. فدي بتعمل partial fractions. انا عايز احول ده لمجموعة ترمات كل واحد فيهم اس زائد حاجة. لان انا عارف ان الترم الواحد اللي هو واحد على اس زائد constant الانفرس بتاعه بيطلع اس زائد. فانا عايز اعمل كده. فنعملها partial fractions. partial fractions بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الترمات بتاعتك هيطلع لك لكل ترم اس زائد حاجه هيطلع لك فراكشن. محتاجين بس نجيب البسط بتاع او النيوميريتور بتاع شكله عامل ازاي. فالنيوميريتور ده بيتجاب ازاي؟ تمام متفقين. بتيجي احنا بنجيب دلوقتي النيوميريتور بتاع اس زائد ايه. يبقى هاجي هنا على اس زائد ايه مشطوب وعوض في الاس الثانيه بالقيمه اللي تخلي القوس ده بصفر. يعني انا القوس ده عشان اخليه بصفر احط الاس بكام؟ سالب ايه. يبقى هاجي في الاقواس الثانيه احط فيهم كلهم سالب ايه وشوف الرقم اللي هيطلع لي كام. فهنا يطلع لي واحد على بي ناقص جي. يبقى هيطلع هنا
بي ناقص اي. نفس الكلام بالعكس، عايز اجيب البسط بتاع ده فالغي اس زائد بي واعوض في الاس هنا، او في بقيه الاس اعوض فيهم بالحاجه اللي كانت تخلي القوس ده بصفر، والحاجه اللي كانت تخلي القوس ده بصفر سالب بي، واحط هنا سالب بي، فتلاقي ما انت عندك واحد على اي ناقص بي. في السكشن ان شاء الله هتعملوا حاجات من دي، هنعمل شويه مسائل من دي تعودوا عليها افتكروها يعني. طيب انا ممكن بقى هنا اجمل بقى في شكل الحل شويه، ممكن اخد مشترك واحد على اي ناقص بي برضه، فيبقى لك ايه؟ تمام؟ طيب ده كده انا ممكن اجيب الانفرس بتاعه بسهوله، ليه؟ لان الانفرس بتاعه هيكون الانفرس بتاع كل ترم لوحده، ودول انا عارف الانفرس بتاعهم شكله عامل ازاي. يوس سالب، يوس سالب الحاجه اللي جنب الاس، فيبقى اكس اوف تي هيبقى واحد على اي ناقص بي مضروب في يوس سالب بي تي ناقص يوس ناقص اي تي. تمام؟ دي شكلها عامل ازاي في التايم؟ انا بادئ ان انا قايل لك ان الاي اكبر من البي، تمام؟ الاي اكبر من البي. طيب هما ممكن يكونوا هما الاثنين اكبر من الصفر، ممكن يكونوا هما الاثنين اكبر من الصفر، وممكن يكون الاي اكبر من الصفر والصفر اكبر من البي، فاهمين ازاي؟ انا عندي الاي اكبر من البي، ده الاي، ده الاي، وده البي. ممكن يكون الصفر تحتهم هما الاثنين، ممكن يكون الصفر في النص ما بين الاي والبي، يعني بي سالب والاي موجب، وممكن يكون الصفر فوق الاي، يعني الاي والبي الاثنين تحت الصفر. تمام؟ انا هشوف بس الاي والبي، هشوف الحالتين دول اللي قدامي، الحاله الثالثه دي هتلاقيها ان هي هتعرفها على طول بعد ما تشوف الحاله الثانيه. طيب لو الاي اكبر من البي اكبر من الصفر، تعال نحاول نرسم اكس اوف تي شكلها عامل ازاي. قلت لك الطريقه اللي ممكن نرسم بيها. حاول تجيب نقطتين وبعدين نشوف في النص هيحصل ايه. عند صفر هيبقى قيمه الاكس اوف تي بكام؟ صفر. عند انفينيتي هتبقى بصفر، بس هي ايه؟ صعب انك يعني هي مش يعني لو عوضت الانفينيتي هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك اي اس ناقص انفينيتي؟ لا انا اسف، لا صح، هيطلع اي اس ناقص انفينيتي بصفر، واي اس ناقص انفينيتي اللي جنبها بصفر، صفر صفر بصفر. فانت عندي انفينيتي هيطلع بصفر، يبقى هيطلع لك كيرف كده ويرجع يروح تاني للصفر. ده اللي احنا تخيلناه من بدايه المساله، عرفت ان هو هيطلع هيحصل حاجه وترجع تروح تاني للصفر. تمام؟ طيب هنا في الحاله الثانيه بقى الـ A أكبر من الصفر والـ B أقل من الصفر. عند صفر قيمة الفانكشن بكام؟ بصفر، مفيش مشكلة، يبقى عندك يوس صفر بواحد ناقص يوس صفر بواحد يبقى واحد ناقص واحد بصفر، ده مفيهاش مشكلة. بس عندي إنفينيتي أول إكسبرينشن هيبقى بإنفينيتي والتاني بصفر، فدي هتلاقيها بتروح فين؟ في الحالة دي السيستم هيبقى مش ستيبل. ده ستيبل، ده نوت ستيبل. يعني ما تشغلش بالك بموضوع الستيبل ده دلوقتي، انا بس هروح اكمل الكلام، بس المحاضرة الجاية هتبقى كلها على الستيبل.
تعالى نكمل اثنين. الكيس الثاني، الكيس الثانية اختلفت في ايه؟ ان الواي بتاعتها واحد على اس عشان الانبوت يونت ستيب. فمعنى كده ان الاكس اوف اس هو هو بالظبط اللي كان طالع لي هنا، بس مضروب في واحد على اس كمان زيادة. نحلها برضو partial fractions، يبقى عندك كام fraction؟ ثلاثة. طيب عايز اجيب النيوميريتور بتاع الاس، فبتيجي تلغي ترم الاس من هنا وتعوض بصفر في بقيه الاقواس. يبقى انت عندك هنا صفر وهنا صفر، يبقى واحد على اي بي. طيب عايز اجيب النيوميريتور بتاع اس زائد اي، تلغي الاس زائد اي وتعوض بسالب اي في كل الترمات الثانيه، يبقى عندك سالب اي وهنا بي ناقص اي. طيب الحاله الثالثه تلغي ده، سالب بي بي ناقص اي اي ناقص. تمام، شوية ترتيب للمعادلات. طيب انا بس عملت خدت واحد على اي بي مشترك وظبطت الترمات، حطيت سالب، عكست اشاره الترمات وكده، ما عملتش حاجه. لا طيب كده ممكن اعرف اجيب الانفرس بتاعها سهل خلاص. يبقى عندي واحد على اي بي، واحد على اس الانفرس بتاعها اليونت ستيب، زائد بي على اي ناقص بي في اي اس ناقص اي تي ناقص اي على اي ناقص بي في اي اس ناقص بي تي. دي لما تيجي ترسمها نفس الطريقة، هنجيب نقطتين، عند تي بصفر اي اس صفر بواحد، اي اس صفر بواحد، يبقى عندك واحد زائد بي على اي ناقص بي ناقص اي على اي ناقص بي، يبقى واحد زائد اي ناقص بي على بي ناقص اي، صح؟ فلو خدت سالب من هنا يبقى ده اي ناقص بي، ده يروح مع ده، يبقى واحد ناقص واحد بصفر. يبقى عندي تي بصفر
الفانكشن بصفر. وعند تي بانفينيتي يبقى عندك 1 زائد بي على اي ناقص بي اي اس ناقص انفينيتي بصفر في اي اس ناقص انفينيتي بصفر، يبقى الكلام ده بكام؟ بواحد. يبقى عند انفينيتي الفانكشن هتكون بكام؟ 1 على اي. في النص يطلع لك شكل اللي هو بيمثل فرق الاكسبوننشال. تمام؟ طيب لاحظ معايا اس زائد اي في اس زائد بي دول لو جينا فكرناهم بيطلعوا شكلهم عامل ازاي؟ صح؟ طيب تعال نرجع بظهرنا كده، بس نرجع بظهرنا شويه. الجي عباره عن المقام بتاع الجي عباره عن معادله بالدرجه الثانيه في اس. افتكر الجي تعرفها هو ايه؟ الاوتبوت بتاع الانبوت. صح؟ فك الكلام ده، خلي اضرب الاكس في مقام والواي في واحد، يبقى عندك اكس في المعادله دي صح؟ طيب دخل الاكس جوه، يبقى عندك ايه؟ يبقى عندك اس سكوير في اكس زائد اي زائد بي اس في اكس زائد اي بي في اكس بيساوي واي. هات التايم دومين. صح؟ مين دي؟ Second order differential equation. عارفين الريسبونس بتاعها كان بيبقى شكله عامل ازاي؟ حاجة من ثلاثة، يا أندر دامت، يا أوفر دامت، يا كريتيكال دامت. صح؟ كان بيطلع الرسمة اللي تحت دي، الرسمة دي، دي رسمة مين؟ الأوفر دامت. صح؟ الاوفر دامت، فاكرين الكونديشن اللي كان بيطلعها اوفر دامت؟ كان في معادله كده، المعادله دي كنا بنقول لو الجذور بتاعتها ريل تبقى اوفر دامت، لو الجذور بتاعتها ايماجينري تبقى اندر دامت، لو الجذرين كانوا قد بعض يبقى هي ساعتها كريتيكال دامت. فهو اللي حصل ايه؟ ان المعادله دي الكونستانت بتاعتها اوفر دامب، تخليها اوفر دامب. فلما جبت اللابلاس ترانسفورم بتاعها وطلع لي معادله الاس دي اللي هي بتطلع لي في مقام الجي، المعادله دي عرفت احللها لترنين اس زائد حاجه اس زائد حاجه، والحاجتين دول ريل هما الاثنين. علشان كده الاثنين، علشان الاثنين دول ريل، طلع السولوشن بتاعي هو السولوشن بتاع الاوفر دامت. هناخد اكزامبل تاني دلوقتي هو ده، بس لو الاي والبي ما كانوش ريل، لو كانوا كومبلكس، اللي هو الحاله اللي بتكافئ، اللي هي الحاله اللي بتكافئ الاندر دامت، اللي هي المفروض بتطلع لي ساين دي. هنشوف ازاي هتطلع لي لما اشتغل لابلاس. بس هي الفكره ايه؟ ان انت لما تيجي تبص على الجي وتشوف الدينومينيتور بتاع الجي ده، بيقول لك
الفانكشن شكلها عامل ازاي او الريسبونس شكله هيطلع عامل ازاي. لما طلع لي 2 اس مضروبين في بعض والكونستنت بتاعتهم ريل، طلع لي الريسبونس بتاع السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن اوفر دامبد. لما ناخد دلوقتي الاس مضروبه في رقم 2 ترمين اس عندهم كونستنت كومبلكس كونجكت اللي هو الفا زائد جي بيتا الفا ناقص جي بيتا، ده بيكافئ الاندر دامبد اللي بيطلع لي فيه ساينز. لما طلع لي لما الجي طلع فيها اس واحده بس ده فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن. فمن نظرتك للجي بتعرف شكل المعادله كانت عامله ازاي، مقام الجي يقول لك السيستم كان عامل ازاي كديفرنشال ايكويشن. اس واحده دي حاله، 2 اس بكونستانت ريل، 2 اس بكونستانت ايماجينري كومبلكس كونجكت. عارفين يعني ايه كومبلكس كونجكت؟ اللي هم الفرق بس في الترم الايماجينري واحد ممكن يكون ثاني. في حاله رابعه ان هم يكونوا 2 اس بكومبلكس بس مش كومبلكس كونجكت. دي ما تهمناش في حاجه، لان هي لو كده السيستم مش هيبقى اصلا ريل، هيطلع لك الاوت بتاعك هيكون فيه كومبلكس، فاحنا ما يهمناش في حاجه دلوقتي في الموضوع ده. هم دول الثلاث حالات اللي يهمونا. ممكن بعد كده يبقى عندنا في المقام كومبينيشنز اكتر من واحد او اثنين ريل او اثنين كومبلكس كونجكت. ممكن يبقى عندنا حاجات كتيره مضروبه في بعض، يعني تلاقي عندك مثلا مجموعه من الترمات الفرضانه وبعدين ترمين كومبلكس كونجكت، كل دول مضروبين في بعض. ساعتها السيستم ده تعرف ان هو عباره عن طب خلاص بلاش لخبطه، خليني المره الجايه، خليني المره الجايه. بس يعني ايه المهم دلوقتي ان زي ما بيقولوا البيلدنج بلوكس بتاعتنا، المكونات الاساسيه اللي هنبني عليهم هم الثلاثه اللي هناخدهم دول. اس واحد على اس زائد، 2 اس مضروبين في بعض الارقام ريل، 2 اس مضروبين في بعض الارقام كومبلكس كونجكت. دي المكونات الاساسيه وهنبني عليهم بعد كده. فالاخر اخر اكزامبل هاخده هو عباره عن ده هيطول معانا ونقعد نعيش في ارقام كومبلكس او هيصه كبيره. بس انت يعني انت تابع معايا اللي انا بعمله، بس انا مش هطلب منك انك تعمل الكلام ده في الامتحان، بس محتاج تتابع معايا. تمام؟ لو مش عايز تتابع معايا مفيش مشكله، بس الصوت. طيب. انا في حاجه ما قلتهاش في الاكزامبل اللي فات، بس احنا يعني ممكن يعني سريعا جدا. انا خدت الكيس لما الاي والبي الاثنين اكبر من الصفر، طلع شكل المعادله ايه؟ طلع شكل المعادله اللي احنا عارفينه اللي هو الاوفر دامبد. تمام؟ الكيس اللي فاضله لو الاي اكبر من الصفر، يعني الاي موجبه والبي سالبه. عند تي بصفر هي هي بدايتنا من الصفر. طب عند تي بانفينيتي ده هيطلع اي اس سالب انفينيتي بصفر، لكن ده هيطلع اي اس انفينيتي انفينيتي في ماينس هنا سالب انفينيتي، في ماينس هنا يبقى سالب انفينيتي، بس في ماينس جاي لي من هنا لان انا قلت ان البي سالب، فماينس في ماينس يديك بوزيتيف برضه، فيطلع بالشكل ده. تمام؟ فساعتها السيستم مش هيكون ستيبل. الحالة الثالثة لو الـ A والـ B الاثنين أصغر من الصفر، دي فيها بس مشكلة إن أنت لما تيجي تعمل كده هتلاقي إن ده يطلع بإنفينيتي، ده يطلع بإنفينيتي، إنفينيتي ناقص إنفينيتي ده كمية indeterminate، فمحتاج إنك تاخد الليميتس عشان تحسبها، بس هو هيطلع سيستم برضه ستيبل. خلاص؟ فعشان كده بس إيه مش هنركز فيها. يلا بينا اخر اكزامبل.
الجي بتاعتي واحد على اس في اس، الاس الاولانيه مضروبه في سوري مجموع عليها رقم كومبلكس، والاس الثانيه نفس الرقم الكومبلكس بس كومبلكس كونجوجيت. تمام؟ ال A وال B دول عشان هم ارقام كومبلكس فهنكتبهم الفا زائد جي بيتا، والكومبلكس كونجوجيت هيبقى الفا ناقص جي بيتا، عشان بس الحل بتاعي هيبقى فيه الفا وبيتا دول هيطلعوا هم عباره عن الكومبوننتس بتاعت الرقم الكومبلكس. انتوا عارفين الارقام، انتوا خدتوا كومبلكس نمبرز قبل كده صح؟ الكومبلكس نمبر ممكن اكتبه ريل وايماجينري، وممكن اكتبه ماجنيتيود وفيز. الارقام الكومبلكس كونجوجيتس بتختلف في ايه؟ لما تبقى بتكتب الارقام ماجنيتيود وفيز هتختلف في ايه؟ الفيز بيبقى عكس الاشاره، فالاي هتبقى هي هي الاي، بس بدل ما انا عندي فاي هنا يبقى عندي سالب فاي في الناحيه الثانيه. فدايما وانا شغال هتلاقيني بعمل من الفا والبيتا، او احيانا اقلبهم واكتبهم A وفاي. انت عارف بقى هم دول مين؟ الرموز دي عباره عن ايه؟ دول عباره عن المكونات بتاعت الA والB. طيب هنعيد نفس الكلام اللي عملناه في المساله اللي فاتت، هي بالظبط S زائد A في S زائد B، هنعمل partial fractions بس الارقام بتاعتي كومبلكس ومحتاجه اتعامل معاها. تمام، ادي البدايه بتاعتي، عندي ترمين اس في اس، يبقى هحتاج اعمل اثنين فراكشنز، اس زائد الفا زائد جي بيتا، اس زائد الفا ناقص جي بيتا. هحتاج اجيب البسط بتاع كل واحد فيهم نفس الطريقه بالظبط، عايز اجيب البسط بتاع اول ترم، يبقى هلغي ده واعوض في ده بسالب الترم ده، يبقى عندي سالب الفا سالب جي بيتا. تمام، سالب الفا مع موجب الفا يروحوا مع بعض، سالب جي بيتا مع سالب جي بيتا يبقى سالب 2 جي، عندي واحد على سالب 2 جي. اعمل نفس الكلام في الترم الثاني، يطلع لك واحد على موجب جي بيتا. ممكن تعمل انت الكلام ده تتاكد مع نفسك بقى. طيب شويه توضيبات، لو عندي جي في المقام تطلع في البسط بالسالب، كانك بتضرب في جي فوق وتحت، فلو ضربت جي فوق وتحت تحت هيبقى عندك جي سكويرد اللي هي اصلا بسالب واحد مع السالب اللي هنا يروحوا مع بعض، يبقى لك جي فوق. يبقى انا ممكن الحته دي ممكن اظبطها بان انا اقول امسح ولا طيب همسح هنا خلاص متابعين معايا، ركزوا معايا عشان انا اللي انا كاتبه هنا همسحه واعدل عشان ما حدش يتلخبط. ضربت في جي فوق وتحت، فالجي اللي تحت بقت سالب واحد، ضيعت السالب اللي هنا وطلع لي فوق جي. نفس الكلام الناحيه الثانيه، الجي اللي هنا تبقى سالب واحد هكتبه هنا ويبقى لي عندي هنا جي فوق. طيب هاخد شويه حاجات مشتركه، هيبقى عندي جي على 2 بيتا هاخدهم مشتركين، عندي هنا واحد على اس زائد الفا زائد جي بيتا ناقص واحد على اس زائد الفا ناقص جي بيتا. طيب دي هي الصور اللي انا عارفها في الاس، يعني انا ممكن من هنا خلاص اجيب اكس اوف تي. ده ترم ده واحد على اس زائد حاجه، الانفرس بتاعه ايه؟ ايه اس سالب الحاجه دي في تي، يبقى انا عندي هنا جي على 2 بيتا دول كونستنت معايا،
اي اس سالب الفا زائد جي بيتا في تي ناقص اي اس ناقص الفا ناقص جي بيتا في تي. الاي الاولانيه هكتبها اي اس سالب الفا مضروبه في اي اس سالب جي بيتا تي اسف في تي هنا كده. التي ده هدخله جوه يبقى عندك الفا في تي وجي بيتا في تي، وهكتب الاس اللي فوق هوزعه هيبقى عندك اي اس اول ترم في اي اس سالب في اس تاني. نفس الكلام في الترم الثاني هكتب هنا اي اس سالب الفا تي في اي اس موجب جي بيتا تي. حد عنده مشكله لحد هنا؟ طيب الجي عايز اكتبها اي اس حاجه، الجي تبقى اي اس ايه؟ حد فاكر؟ تبقى اي اس جي باي على افتكر سريعا كده افتكر التحويله لو عندي ده تحولهم ازاي ريل وايماجين. تمام، خلينا نقول الـ A بواحد، لو فاي بزيرو يبقى كوزاين زيرو بوان ساين زيرو بزيرو يبقى الرقم ده ريل. لو الفاي بباي على 2 كوزاين باي على 2 كوزاين 90 بصفر ساين 90 بواحد يبقى الرقم ده ايماجينري بيور ايماجينري ما فيهوش ريل خالص. فعشان كده الجي هي عباره عن فاي بباي على 2 يعني اي اس جي باي على 2. تمام، فانا هستبدل الجي باي اس جي باي على 2. ليه عملت كده؟ علشان الجي دي هنخش تتضرب جوه في الترمات اللي جوه. الترمات اللي جوه كلها اي اس حاجه، فانا عايز الجي كمان تكون اي اس حاجه علشان الحاجات دي تتجمع مع بعض. تمام؟ بضرب ارقام كومبلكس في بعض، دايما الضرب يسهل التعامل معاه بالصوره بصوره الفيز. والجمع يسهل التعامل معاه بصوره الالفا زي الجي. ماشي. يبقى انا جبت الاكس اوف تي كتبت الترمات بتاعتي صوره تريحني يعني، هدخل بقى الحاجات دي كلها في بعض. طيب يبقى عندك ايه بقى؟ يبقى عندك واحد على 2 بيتا اي اس ناقص الفا تي، وعندي الترم ده بيتضرب في الترم ده. الترمات اللي هي الترمات اللي الاس فيها جواه جي اجمعهم مع بعض. يبقى عندك اي اس جي افتح قوس بقى عندك ايه؟ عندك باي على 2 وايه كمان؟ واحد وناقص بيتا تي. دخلت ده مع ده ناقص واحد على 2 بيتا في اي اس ناقص الفا تي في اي اس جي باي على 2 زائد بيتا تي. واحد على 2 بيتا هاخدها عامل مشترك، واي اس ناقص الفا تي اي اس ناقص الفا تي مشتركه في الاثنين هاخدها برضه من بعض. هيتبقى لك ايه من القصه دي؟ انا كده خدت ده
وخدت ده خدت ده وخدت ده، فاضل لك دول هكتبهم ريل وايماجينري، يبقى كوزاين كوزاين الاس زائد جي ساين الاس في الترمين، يبقى كوزاين زائد جي ساين ناقص كوزاين الاس ده ناقص جي ساين الاس ده. حد عنده مشكله لحد هنا؟ طيب حته مثلثات، كوزاين كوزاين باي زائد حاجه، افتكرها من دورت على الرول تحولها ازاي دي، كوزاين باي زائد زاويه يبقى سالب ساين الزاويه. يبقى ده يبقى الترم ده سالب ساين اللي مجموعه الباي اللي مجموعه الباي على 2. خلي بالك يعني مش ايه، ركز في اللي انا بعمله عشان في سالب حاططها هنا ممكن حد مش عارف السالب دي. القاعده القاعده هي كوزاين باي على 2 زائد اي تساوي سالب ساين، فانا الاي بتاعتي سالب بيتا تي فيها سالب، خدتها زي ما هي ماشي. طيب بالنسبة للساين في قاعدة مثلا ساين باي على 2 زائد اي بتساوي كوزاين من غير من غير إشارة بره، يبقى دي بتساوي كوزاين سالب بيتا تي. نفس الكلام هنا ساين هتبقى كوزاين باي زائد حاجة يبقى سالب سالب ساين الحاجة، وفي ساين فعلا بره يبقى ساين باي تي، هنا هتبقى كوزاين باي تي وفي اشاره سالب مش هتبقى ماشي. محتاج انت لو عايز تتابع الكلام ده محتاج تقعد ورقه وقلم تحسب، بس الحسبان دي هتلاقي ان انا بقول ان انا بقول. طيب عندك اربع ترمات مجموعين على بعض، اثنين ريل واثنين جنبهم جي، فتجمع الريل مع بعض والجي مع بعض عشان يبقى لنا كمان كومبلكس واحد. الترمات ال هو انا حصل بالظبط؟ لا ما حصلش بالظبط حاجه. لا ممكن قبل ما نعمل كده في تبسيط برضه ممكن نعمله. في جوه ال في هنا في اشارات سالب هنا، هتروح هتروح فين دي؟ بالظبط كده، السالب السالب اللي جوه الساين بتطلع بره والسالب اللي جوه الكوزاين بتختفي، فيبقى دي ممكن نمسحها دي مش موجوده، والسالب اللي هنا هتروح من هنا وتطلع لي هنا. جمع بقى الترمات مع بعض، عندك هنا ساين بيتا تي وعندك هنا ساين بيتا تي مجموعين على بعض بنفس الإشارة، يبقى عندك 2 ساين بيتا تي، عندك هنا كوزاين بيتا تي وعندك هنا سالب كوزاين بيتا تي، اللي هم دول الترمات اللي مضروبة في جي، تجمعهم على بعض يروحوا ضيعوا بعض. يبقى القصة دي كلها خلصت على إيه؟ خلصت على إن الإكس أوف تي بتساوي 2 بيتا اي اس ناقص الفا تي مضروبه في 2 ساين بيتا تي، الاثنين تروح مع الاثنين يبقى 1 على بيتا اي اس ناقص الفا تي ساين بيتا تي. نعم يعني كمان
منين معلش يعني من انهي حته؟ هنا؟ 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 ممكن انزل الجيتا سالب مظبوط 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 مظبوط. يبقى انت هتسحب الالفا ويبقى عندك اي اس جي ناقص اي اس ناقص جي على جي على 2 جي دي الساين. صحيح ده اسهل بكتير. صح صح حل باشمهندس اسهل بكتير في حد تاني شيء. صح انت ممكن تحول تستغل ان الساين تحاول تجيب الصوره دي فتطلع لك ساين. ماشي لو الفا اكبر من الصفر هي المحاضره تخلص 2 ولا 2 و10 و10 بجد؟ لا طيب خلينا نكمل الخلاص دي بس ماشي. طيب طيب دي شكل الرسم هيبقى عامل ازاي؟ محتاج بس تركز معايا شويه. شكل الرسم هيبقى عامل ازاي؟ اي اس ناقص الفا في ساين اي اس ناقص الفا تي في ساين تي. الساين دي لوحدها شكلها عامل ازاي؟ ساين بتتضرب في اي اس ناقص الفا تي بالظبط، بتتضرب في حاجه بالديكي مع الوقت. طب تيجي تقوم جاي عامل كده اهو بترسم اي اس ناقص الفا وسالب اي اس ناقص الفا والساين تمام. طبعا الكلام ده لما تبقى الفا اكبر بالصفر. ليه الفا اكبر بالصفر؟ علشان يكون الاي اس سالب اي تي دي اي اس سالب الفا تي تكون فعلا بتنزل. الحاله الثانيه اللي هي لو كانت فيها الالفا اصغر من الصفر ساعتها الترم ده هيكون بيجرو بيكبر. بنفس الطريقه لو جيت ترسم هتلاقي عندك اكسبوننشال عامل كده واكسبوننشال عامل كده والساين بتاعتك على كده. تمام؟ نفس الاوبزرفيشن اللي قلناها في الاكزامبلز اللي فاتت. لما الانبوت يكون يونت امبولس السيستم هيحصل له ايه؟ هيحصل تغير ويرجع يروح فين؟ للزيرو تاني. فده بالظبط اللي بيحصل هنا. بس التغير هنا عباره عن ساينوسويدال. تمام؟ كنت عايز اعمل الحلقه الثانيه بس مش هنعرف.